للمزيد حول احتفال أو مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخوة الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، ينضم إلينا الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ محمد، يعني تابعت معنا مشاركة السيد الرئيس احتفال الأخوة الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح، تلك هي المرة التاسعة التي يحرص فيها على مشاركتهم، ودائما ما يتحدث في هذه المرات عن ثوابت بيحرص أنه هو يؤكد عليها، كيف قرأتها في هذه المشاركة؟ يعني أنا أعتقد أنه السيد الرئيس النهاردة يعني خلال تهنئته وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط وحضوره لقداس عيد الميلاد، وده نعم. تقليد مهم جدا السيد الرئيس دائما ما يؤكد عليه، ويمكن الحضور زي ما حضرتك ذكرتي للمرة التاسعة ان هو يبقى حريص على الالتقاء بالإخوة الأقباط في أعيادهم وتهنئتهم بنفسه. دي رسالة مهمة، ويمكن الكلمة اللي تحدث بيها منحت عدة رسائل مهمة أيضا، أن هذا الوطن يتسع للجميع، ودي من النقاط المهمة أن هذه الجمهورية الجديدة التي كانت حلم من أحلام القيادة المصرية وأيضا من أحلام الشعب المصري التي أصبحت حقيقة بالفعل، هذه الجمهورية تتسع للجميع. النقطة الثانية والمهمة أيضا أكد على قوة الدولة المصرية وما حققته أو استطاعت أن تحققه خلال الفترة الماضية، والنقطة المهمة أيضا وهي ضرورة استمرار تلاحم الشعب المصري. نعم. لأنه كلما استطاعت الدولة المصرية أن تحقق إنجاز جديد، كلما أصبحت أمام تحدي جديد، وهو نتيجة أنه القوى الخارجية بتستهدف دائما أن تعيق الدولة المصرية عن مسارها الصحيح. ودي الرسالة اللي وجهها الرئيس النهاردة للمصريين جميعا، بضرورة أن احنا نتكاتف جميعا، نلتف حول الدولة المصرية وحول رؤية القيادة المصرية في الفترة القادمة. كمان نقطة مهمة جدا وهو أشار فيها السيد الرئيس في كلمته، أنه هذه الجمهورية الجديدة مسالمة وليست مستسلمة، ودي نقطة أيضا من ثوابت الدولة المصرية. مصر لا تعتدي أبدا، وإنما مصر دائما تحرص على السلام، تحرص على التنمية، إنما لا يمكن لها أن تفرط في حق من حقوقها. نعم، السلام من منطلق القوة بالتأكيد. نعم. ويمكن دي كانت واضحة بشكل واضح في كلمة الرئيس، الجمهورية الجديدة جمهورية قوية وليست غاشمة، قادرة وليست غاشمة، ودي برضو بتوضح قد إيه قدرة الدولة المصرية، قد إيه ما تحقق من إنجاز خلال الفترة الماضية جعل من قدرة الدولة المصرية أنها تستطيع أن تحمي كل مكتسباتها، وأن تحمي أيضا ترابها الوطني، وأن تحمي مقدساتها. وعشان كده يمكن الرسالة كانت مهمة جدا، يمكن الترحيب الشديد اللي احنا شفناه من الإخوة الأقباط، وده أمر يعني احنا بنشوفه دائما من الإخوة الأقباط بتهنئة السيد الرئيس، وبمجرد وصوله إلى الكاتدرائية يمكن شفنا قد إيه الإخوة الأقباط كانوا سعداء جدا واستقبلوه بالزغاريد. أعتقد نعم. أيضا رسالة مهمة جدا. نعم، أيضا حينما أشار السيد الرئيس إلى أنها الجمهورية الجديدة هي جمهورية العلم والعمل، اقتران نعم. العلم بالعمل دائما يعني ما يحرص عليه السيد الرئيس في معظم كلماته، أن ليس العلم أو تحقيق النجاح لن يأتي دون عمل، دون مثابرة، دون جهد جهيد من كل طوائف وأبناء الشعب المصري. يمكن الكلمات رغم أن هي كانت كلمات قليلة، إلا أن هي كانت كلمات لها دلالة مهمة. السيد الرئيس لما قال جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، كان ربط مهم جدا جدا في الجزئية دي. ربط ما بين حلم الوصول بالدولة المصرية أن تصبح أو تحقق غايتها القومية الحقيقية، وهي أن تصبح الدولة المصرية في مكانتها اللائقة، زي ما كان التعبير الدائم اللي الرئيس بيحرص عليه، أن مصر دي تبقى قد الدنيا، وده اللي فعلا تحقق. بالعلم والعمل معا، لأنه إن لم يكن هناك عمل يطبق ما توصل إليه العلم فلن يكون لهذا العلم أي قيمة. الدولة المصرية يمكن أدارت ملفات كتيرة جدا بهذه الطريقة بالاحترافية الشديدة. يمكن على سبيل المثال جائحة زي جائحة كورونا كان سبب من أسباب
استطاعه الدوله المصريه ان تواجه هذه الجائحه وان تستطيع ان تحقق او ان تحولها من محنه الى منحه، عندما استخدمت العلم بشكل احترافي شديد جدا في مواجهه هذه الجائحه، وعملت بشكل منظم على مواجهه الجائحه، وقدرنا ان احنا فعلا ننتصر على هذه الجائحه من خلال، يمكن احنا بنشوف دول كتير جدا اغلقت، دول كتير جدا تاثر اقتصادها بالسلب، الدوله المصريه حققت حجم نمو يمكن من اكبر الدول اللي حققت نمو في خلال الفتره اللي فاتت، قدرت ان هي يمكن احنا في خلال الايام اللي جايه بننتظر عقد منتدى شباب العالم اللي بيعتبر اكبر منصه حوار على مستوى العالم، ده تحدي من التحديات اللي قدرت الدوله المصريه تواجهها بالعلم والعمل ايضا. نعم، يعني الحقيقه تحديات كثيره نواجهها على مدار سنوات مرت وما زالت، لان بتاكيد السيد الرئيس على ان كلما حققنا نجاح كلما سيكون هناك استهداف، ولكن اكد على ان الوحده الوطنيه هي ركيزه رئيسيه للتنميه والتقدم. تماسك النسيج الوطني كيف تراه؟ يعني يمكن دي نقطة من النقاط المهمة بشكر حضرتك عليها، لأنه الدولة المصرية قوى الشر دائما ما تحاول استهدافها من خلال المحاولات الدائمة لشق صف الدولة المصرية، شق صف الشعب المصري، محاولات استهداف الدولة من خلال الضرب العلاقة ما بين الأقباط، الإخوة الأقباط، وبين المسلمين، واستهدافها بشكل أو بآخر. ودي يمكن النقطة اللي هم ما قدروش في خلال الفترة اللي فاتت ان هم يحققوها، وبيحرصوا دايما على الدخول من خلالها، ولكن يعني يمكن الجملة اللي قالها السيد الرئيس النهارده وهو بيتحدث بيوجه التهنئة للإخوة الأقباط، لما قال للبابا تادروس، قال هذا الرجل له مكانة كبيرة لما قدمه، لأن الرجال وقت الأزمات بيظهر معدنهم الحقيقي بالفعل. لما يمكن المقولة المهمة جدا اللي قالها البابا تادروس، وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، أعتقد دي كانت رسالة مهمة جدا كان لها صدى لدى العالم كله، وأدرك الجميع أنه لا يمكن أن يتم الوصول إلى الدولة المصرية من خلال شق لحمة ونسيج الشعب المصري أبدا، بالعكس هذا النسيج لا يمكن لأحد أن ينفذ من خلاله، لأنه نسيج قوي، ويمكن دي كمان من النقاط اللي أكد عليها السيد الرئيس النهارده. نعم، أستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.